بمناسبة الدخول التكويني تم تصدير يعني 3 اتفاقيات برمجت إمضائها. أول اتفاقية كانت مع اتصالات الجزائر بتوكوت مديرية العمليات، من خلالها يتم توفير مناصب للتمهين، وكان عددها 21 منصب للتمهين موزع على دورتين، دورة فيفري 2023 ودورة سبتمبر 2023. أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية شراكة وتعاون مع الإذاعة الجزائرية من ورقلة. الاتفاقية الثالثة كانت مع مديرية الصحة في إطار العام، يعني كان اتفاقية إطار ما بين وزارة الصحة ووزارة التكوين التعليمي المهني. نحن على المستوى المحلي ارتئينا أن نمضي اتفاقية محلية بين مديرية التكوين التعليمي المهني لولاية قرط ومديرية الصحة والسكان لولاية قرط،